كيماديا سيدة التعاقدات المشبوهة كما يصفها متخصصون في مكافحة الفساد، تستحوذ على حصة كبيرة من موازنات وزارة الصحة في كل عام، وتثير في كل مرة التساؤلات عن أبواب صرف هذه الأموال والشركات الأجنبية التي تتعاقد معها بعد اغتيال معامل الأدوية العراقية بفعل فاعل. في آخر صرخات هدر المال العام، حصلت قناة دجلة على نسخة من تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية يوثق فساداً فاضحاً في تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ومن يقف وراءها من أحزاب سياسية تستأثر بالعقود والكومشينات. 16 ملياراً أنفقتها كيماديا على تجهيز أثاث طبي في وقت يعاني مرضى السرطان والدم من نقص في الأدوية، ولا يوجد في العراق جهاز بيتسكان لفحص الأمراض السرطانية. ولم تكتفي كيماديا عند هذا الحد، إذ يوثق التقرير أنها أضافت 25% من الكلفة الاستيرادية لصالح الشركة المجهزة بالأثاث بلا أدنى سبب أو توضيح. أما الفضيحة الثانية فجاءت حينما كان وباء كورونا يضرب أجساد العراقيين ومناعتهم، لتبرم شركة كيماديا عقدين لشراء عدة الفحص السريع لكورونا، والغريب أن الفروقات بين العقدين بلغت نصف مليار دينار، لا بل أبرم أحد العقدين قبل ورود أي تخصيص من وزارة المالية. ورغم استئثار كيماديا بنسبة كبيرة من ميزانية الصحة، يشير ديوان الرقابة إلى أنها لم تجهز مستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية، وجهزت أخرى بمواد فائضة عن الحاجة، واشترت رداء جراحيا يستعمل مرة واحدة بأحد عشر مليار دينار بلا تاريخ صنع ونفاد. فساد وهدر ليس في المال العام فقط، بل في صحة العراقيين وأرواحهم، يقابله إفلات من العقاب لمن يقف خلفه حتى الآن.